ربنا يخليك ليا. بس الخطوة الأصعب واللي فضلت أهرب منها وأجلها للآخر إن يجي يوم وأتعلم أسامح. كل واحد فينا بيجي عليه يوم ولازم يتحاسب على كل اللي عمله وعلى تمن اختياره. اتأخرت عليك كتير يا رنا، ودي كانت أصعب حاجة استحملتها، بس كانت غصب عني. كنت عايز لما أرجع أرجع لك مروان اللي أنت لوحدك شفتيه وحبتيه وقت ما الكل كان بيكرهني. ودلوقتي ولو قدرتي تسامحيني ولسه عندك استعداد نتقابل، أنت عارفة هتلاقيني فين. مش انا قلتلك قبل كده مش هبعد عنك تاني ابدا؟ طب انا النهارده عايزك تبقي ليا على طول. موافقه؟ واتجوزنا وربنا رزقنا بولد زي القمر سميناه سالم، ورجعت لي الذاكره. لكن الحمد لله ما رجعتش مروان بتاع زمان. مشواري كان طويل بس كل خطوه فيه وصلتني لهنا. انا اسمي مروان عبد الهادي خليل الرفاعي، واللي حصل لي كان فرصه ربنا ادهاني وانا كنت محتاج لها، يعني ما كانش عشم ابليس. يلا بقى يا مروان انا تعبانه، عايزه اروح اريح شويه، احنا بنلف في الشارع من الصبح. تروحي تريحي فين؟ احنا عندنا ميعاد مع بابا في السيرك. الميعاد بكره يا حبيبي. ميعاد النهارده الساعه 4، لسه مأكد عليه من شويه. بقيتي بتنسي كتير انت. يا سلام. بس معلش معلش، حكم السن بقى. سن ايه؟ انا اصلا اصغر منك بكتير، وبعدين ماشي انا اللي غلطانه، انا غلطانه ان انا استحملتك لحد ما افتكرت. انت بتعايريني دلوقتي؟ لا ما بعايركش، انت اللي بدأت. انا؟ انت اللي بتجي انت. مش هنروح لجد بقى ولا ايه؟ لا هنروح دلوقتي حالا يا حبيبي على جده في السيرك، بس ما تقعدش انت بقى تشبط في الحيوانات هناك وتقول لي مش ماشي عشان في زبونه جايه لي بالليل في العياده. في ايه جايه لك بالليل؟ زبونه مين؟ الست زي القمر، بس ما اعرفش بقى الستات دول مجانين، ما اعرفش جايه لي ليه. بجد والله؟ بس انت ممكن تخليها احلى طبعا. ايه ده، عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ اقفل ودنك يا حبيبي عشان هنقول كلام نوتي دلوقتي.